وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وضع معالجة قضية الزيادة السكانية نصب عينيه، حيث جاءت توجيهات سيادته بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. يهدف المشروع إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب الحياة للأسرة المصرية على مستوى الجمهورية، كما يرتكز على عدة محاور تخص التمكين الاقتصادي لا سيما للسيدات. جهود كبيرة تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بحياة المواطن والحفاظ على الأسرة المصرية وتنميتها. أبرز هذه الجهود تمثل في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشروع هام وجه الرئيس السيسي عندما أطلقه بأن يشمل الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها، وشدد كذلك على أهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة التنفيذ على أرض الواقع، وذلك على غرار التجارب الملهمة التي أفرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية. الهدف الاستراتيجي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021-2023 يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وذلك من خلال عدة عوامل أبرزها ضبط النمو السكاني واتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية. ويشمل المشروع أيضا مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيا وسكانيا وصحيا وثقافيا، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقديم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلا عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده. وتعمل الدولة على التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 عاما حتى 45 عاما من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق وتحقيق الاستقلالية المالية. كما تعمل الدولة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب. جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بحياة الإنسان بالتوازي مع المشروعات الاقتصادية العملاقة والطفرة العمرانية الكبيرة لتوفر بحق حياة كريمة لكل المصريين.